أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بذوي الهمم وتذليل الصعاب والعقبات أمامهم. وخلال لقائه أصحاب الهمم من المكفوفين وضعاف البصر بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، أعرب شوشة عن شكره لأولياء الأمور والمدرسين والمدرسات وبعض الفئات الأخرى التي تتعامل مع المكفوفين وضعاف البصر لما يبذلونه من جهد كبير في التعامل معهم.